قبل ساعة من تولي بولندا رئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، البولنديون خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن عدم رضاهم بأوضاعهم الاجتماعية والمطالبة برفع الأجور وبامتيازات تحسن مستوى معيشتهم. 20,000 متظاهر على الأقل كانوا يرددون لصوص وهم يمرون أمام البرلمان ثم بالقرب من مكتب رئيس الوزراء دونالد تاسك في العاصمة وارسو. في هذه الأجواء تبشر الحكومة البولندية الجمعة رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي بعد أن جعلت أولوية أولوياتها إنعاش النمو الاقتصادي في أوروبا وتوسيع الاتحاد إلى دول البلقان، إذ تأمل وارسو في رؤية بروكسل توقع معاهدة انضمام كرواتيا إلى التكتل الأوروبي قبل نهاية العام. حكومة بولندا تحاول الاستفادة من توليها قيادة التكتل الأوروبي الدورية لتعزيز موقفها قبل انتخابات أكتوبر تشرين الأول بالتزامن مع جهودها لمكافحة البطالة والتضخم وعز الموازنة.